هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى، فيديو بلوجر. النهارده عايزه اكلمكم على موضوع انتشر مؤخرا جدا جدا، وخصوصا اخر يومين، اللي هو موضوع الحسد. تمام. طبعا عارفين بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، كل البيجات تقريبا بتتكلم عن الحسد. الناس بقت تايهه، مش عارفه تخاف من الحسد ولا ما تخافش منه، كبر منه ما تكبرش منه. ناس كتيره طلعت قالت مش حاجه اسمها حسد، وانتوا عايشين في اوهام، ويعني في ناس ناجحه كتير جدا 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 على مستوى العالم وما بتحسدوش. وفي ناس طلعت قالت لا، الحسد ده موجود وكل الناس بتتحسد، وفي وبيدجات كبيره كمان. يعني مش فاهمه اي حاجه عن الحسد بتتكلم عنه. تمام. فالنهارده عايزه اقول لكم ايه هو الحسد، تمام، وتخافي منه ولا ما تخافيش منه، وتعملي ايه وازاي تتعاملي معاه والكلام ده كله. تمام. انا النهارده هقول لكم، يعني الكلام اللي هقوله لكم دوت نتيجه ايه؟ نتيجه قرايات كتيره جدا 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 قريتها في موضوع علم النفس، وقريت كتير جدا في علم الطاقه، وقريت مواضيع كتيره جدا جدا. انا الحمد لله من النوع اللي بقرا كتير جدا، يعني انا كل يومين بخلص كتاب يعني. تمام. فبقرا كتير جدا، ففي الاخر عرفت وخلصت، طلعت كده بنتيجة ان ايه هو الحسد ونتعامل معاه ازاي والكلام ده كله. والناس، انا حاسه الناس متلخبطه مش فاهمه ايه هو الحسد. تمام. وامتى الواحد بيتاذي منه وامتى ما بيتاذيش منه، وفي ليه في ناس بيقولوا عليها نجمها خفيف وناس مش نجمها خفيف، وناس بتتاذي بسرعه من الحسد، وكل الكلام ده انا ان شاء الله هقوله لكم النهارده. اوكي. وياريت بقى نخلص موضوع الحسد دوت ونتعامل معاه طبيعي بعد كده في المستقبل يعني. تمام. فزي ما قلت لكم، انا الكلام ده مش جايباه من عندي، ده خلاصه قرايات كتير قوي في كتب كتير جدا في علم الطاقه وفي علم النفس، وتجارب حياتيه كمان. يعني انا مريت بتجارب كتير جدا في موضوع الحسد دوت، وفي الاخر يعني الواحد بيعيش ويمر بتجارب، ونتيجه التجارب دي المفروض تستخلصي منها معلومات. تمام. يعني ربنا مش بيبعت لنا تجارب عشان ما نلاحظ او ما نطلعش يعني تجارب حياتية. تمام. او معلومات حياتية ممكن تفيدنا في المستقبل. اول حاجة، ايه هو الحسد؟ تمام. وهل الحسد موجود فعلا ولا مش موجود؟ واشمعنى احنا العرب بنخاف منه، واشمعنى احنا العرب اللي بنتأذي منه، والاجانب مش بيحصل لهم الكلام دوت، وناس مشاهير كتير مثلا زي نجيب سويرس ما بتحسدش ما شاء الله عليه يعني، وتامر حسني وعمرو دياب والكلام دي، والناس دي كلها ما بتحسدش، والناس الغلابة يا عيني هم اللي بتحسدوا. تمام. كل ده هكلمكم عنه النهارده وافهمكم ايه هو الحسد، ويا ريت تشيروا الفيديو عشان يعني خلاص زهقنا من كتر البوست اللي موجود على الفيسبوك عن الحسد. بجد انا يعني بستغرب من كميه الناس اللي بتتكلم عن الحسد، وهي اصلا المشكله الاساسيه ان احنا مش فاهمين ايه هو الحسد، عشان كده متلخبطين وبنكتب اي كلام في اي كلام، مش فاهمين اي حاجه عن الحسد. فانا ان شاء الله هوضح لكم كل الكلام ده، وهرجع اقول لكم شيروا 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 عشان الكل يستفيد بجد، يعني عشان نخلص من موضوع الحسد ده بجد، عشان انا اتقرفت بصراحه يعني، وبجد بستغرب طريقه تفكير الناس عن الحسد. تمام. اول حاجه، ايه هو الحسد؟ هل هو فعلا حقيقي ولا مش حقيقي؟ ايوه، الحسد موجود فعلا، موجود وحقيقي وبيغير اقدار والكلام ده كله، صح، مش عليه نقاش، صح الكلام ده كله. تمام. الحسد عبارة عن ايه؟ الحسد عبارة عن ان شخص بيتمنى زوال النعمة من شخص تاني. تمام. يعني مستكترة عليه حياته، ما يستاهلش الشخص دوت الحياة اللي هو عايشها. تمام. وطبعا في مشاهير كتيرة جدا جدا ليهم اعداء، وليهم ناس تكره لهم الخير وبتحقد عليهم، رغم كده عايشين احسن عيشة، وكل شوية بيختنوا اكتر واكتر، وبيشتهروا اكتر واكتر واكتر، وكل ما بيشتهروا اكتر كل ما بتزيد اعدائهم اكتر، والناس اللي بتتمنى ليهم زوال النعمة اكتر. طيب ليه مش بيتحسدوا الناس دول؟ ليه الناس الغلبانة الفقيرة هي اللي بتتحسد؟ ليه واحد ما عندوش اي حاجة بمعنى الكلمة، يعني ان هو ما عندوش اي حاجة ويقولك انا اتحسدت؟ وبيحصل، هو مش موهوم، بيحصل. تمام. ليه؟ ليه الكلام ده كله؟ تمام. زي ما قلت لكم، الحسد موجود، وهو تمني زوال النعمة موجود في البني ادمين، دي طبع في البني ادم عموما. تمام. في حاجة مهمة جدا اللي هي اساس الحسد،
حاجة مستخبية ورا الحسد، اوكي، حاجة احنا مش واخدين بالنا منها، هي الشعلة، اوكي، هي الحاجة اللي يعني بتكبر الحسد جدا وبتصغره جدا، حاجة محدش اتكلم عنها، اوكي، الناس كلها بتتكلم عن الحسد، اوكي، بس في حاجة أساسية هي اللي بتدمر بني آدم وهي اللي بتعمل كوارث محدش بياخد باله منها، اللي هي ايه؟ اللي هي الخوف. الخوف من الحسد يا جماعة، مش الحسد نفسه. واحنا دلوقتي بعد وفاة اليوتيوبر الناس هتعيش في رعب، انا مش عايزة ده، انا عشان كده عملت الفيديو، عشان احنا داخلين في مرحلة رعب فظيعة فظيعة جدا من الحسد، وخوف فظيع جدا، والخوف هو اللي هيعمل الحسد وهو اللي هيؤدي الكوارث. تمام، انا ما بحبش اتكلم عن الحاجات، انا يوتيوبر بحب اتكلم عن حاجات البنات وكده، اوكي، بس لما لاحظت كمية الخوف والرعب في كومنتات الناس، والناس خايفة مرعوبة من الحسد، يا نهار ابيض، انتوا هتروحوا في داهية، هتروحوا في داهية بمعنى الكلمة من خوفكم وتهويل موضوع الحسد، مع ان الحسد ده اتفه مما يمكن. الشعلة زي ما قلت لكم هو الخوف من الحسد، اوكي، شعلة الحسد هو خوف البني ادم ان هو يتحسد، تمام، الخوف هو اللي بيؤدي الكوارث، الخوف هو اللي بيودي البني ادم القبر زي ما بيقولوا، الخوف هو اللي بيودينا في داهية واحنا مش حاسين، تمام، زي ما بيقولوا اللي بيخاف من العفريت يطلع له، الخوف هو اللي المفروض تخاف منه مش الحسد، تمام. وهديكم مثال دلوقتي، واحدة اشترت جزمة جديدة، تمام، ماشية بيها وكده، فتيجي واحدة صاحبتها تقول لها ايه، ماشية بيها بقالها 3 4 ايام عادي سليمة مفيهاش حاجة، تمام، تيجي واحدة صاحبتها تقول لها الله الجزمة دي حلوة، تقوم ايه بعديها بشوية الجزمة ايه، هي عارفة الحسد بقى وعارفة ان الحسد مذكور في القرآن والكلام ده كله، فهي تقول انا شكلي هتحسد عشان البنت دي قالت كده، تمام، فتقوم الجزمة مقطوعة. وممكن البنت دي مش قصدها، يعني اكيد بنت مش هتتمنى زوال الجزمة من البنت، اكيد مش هتتمنى زوال النعمة من البنت، من الجزمة من البنت، بس تفكير البنت في ان في حاجة اسمها حسد وان البنت دي ممكن تحسد الجزمة، تفكير البنت نفسها المحسود نفسه في ان ممكن البنت دي تحسد لي الجزمة، فالجزمة قامت مقطوعة مش من حسد البنت، ممكن البنت مش بتفكر نهائيا، ان البنت عايزه تجامل البنت تقول لها الله جزمتك حلوه الله. انا مثلا انا كتير قوي قوي بقول لبنت وهي مش عجباني، يعني انا بجاملها بقول لها الله جزمتك حلوه، والبنت دي بتخاف جدا من الحسد، بتخاف بتترعب من الحسد، تقوم الجزمه فعلا مقطوعه، مش عشان انا، مش عشان انا تمنيت جوايا زوال جزمتها، ما انا عندي جزم قد كده، الفكره مش في اللي بيحسد، مع اني ما حسدتهاش، يعني ما حسدتهاش، انا عادي بجاملها، انا بحب، يعني انا بحب اجامل اللي قدامي عادي، طبيعتي ان انا بحب اجامل اللي قدامي، بنت اموره النهارده الله انت شكلك حلو، بحب اجامل. البنت بقى طريقه تفكيرها هي اللي بتأدي الكوارث، هي تقول دي قالت لي انت شكلك حلو، دي بتحسدني، اوب فكرت في كده، خافت من الحسد، قام حصل لها حادثه، مش في الحاسد نفسها، المشكله الاساسيه مش في الحاسد، في المحسود، تمام، خوفك من الحاجه هي اللي بتوديها وهي اللي بتضيعها. مش بيقولوا برضو عشان الناس مش فاهمه فبتطلع اقاويل كتير عن الحسد، ما يحسد المال لاصحابه، ايوه انت ممكن تحسد مالك، عارف ليه؟ عشان خفت عليه، خفت عليه فقمت، الخوف هو اللي ترتب عليه خسران النعمه، خوف من حاجه يحصل لها، تمام. واحده اتكلمت على جوزها في التلفزيون، خوفها بعد كده تفكيرها، عشان نتكلم كتير على الحسد فبقى عندنا فوبيا من الحسد، فوبيا من الحسد، تمام. الفوبيا هي اللي بتؤدي النتائج عكسية مش الحسد يا جماعة، والله العظيم الحسد ده أضعف مما يمكن أن تتخيل، حسد احنا خوفنا نفسنا من الحاجة هي اللي بتخلي الكوارث هي اللي تحصل. يعني لما واحد يقول لي انا اتحسدت، انت اللي غلطان مش الحاسد، انت اللي غلطان، انت اللي سمحت الحسد ان هو يأثر عليك بخوفك، تمام. انا مش بقول لكم الكلام ده من فراغ، انا الخوف مدمر، دي نتيجة خلاصة قرايات كتيرة قوي في موضوع الخوف، تمام، الخوف بيعمل كوارث، صح،
الخوف هو السبب الأساسي للحسد يا جماعة، مش الحسد نفسه. تمام، احنا ما شاء الله علشان كل شوية نطلع نقول حسد 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 حسد، فالناس كلها بقت محسودة عشان بقى عندها حب فوبيا من الحسد، وبالتالي يؤدي لكوارث. تمام، فخلينا فاهمين اوكي ان الحسد نفسه مش بيؤدي لكوارث. لما وتحطي في دماغك انت اتحسدتي عشان انت السبب، مش اللي حسدك هو السبب، انت السبب لانك انت اللي خفتي. تمام، والخوف من حاجة بتحصل. ليه الأجانب مش بيتحسدوا؟ عشان مش حاطين موضوع الحسد في دماغهم خالص. مليون واحد بيتمنى في أوروبا والدول المتقدمة، مليون واحد بيتمنى الشر لبني آدم تاني، بس البني آدم ده مش بيتأثر عشان مش بيخاف، مش حاطط في دماغه موضوع الحسد عشان يخاف منه. تمام، لما تتحسد اعرف انك انت السبب مش اللي حسدك. خليك قوي وخلي عندك قوة كده، وما تبقاش خايف من كل حاجة وخايف انك تتحسد، عشان الخوف هو اللي بيؤدي الكوارث. تمام، مش الحسد. عشان كده مثلا الاغنياء جدا اغنياء جدا وكده مش بيتحسدوا. ليه؟ عشان يعني بص، هو بتفرق ما بين ليفل وليفل. تمام، الليفل العالي قوي او الناس الاغنياء قوي او الهاي كلاس قوي او الطبقات العاليه قوي، ما عندهمش سياسه او ثقافه الحسد. تمام، عشان كده مش بيتحسدوا، عشان كده مش بيخافوا من الحسد. تمام، عشان ما عندهمش الخوف اللي هو بيؤدي الكوارث. اما الطبقه البسيطه قوي والغلبانه قوي ديت في نفسها، والطبقه المتوسطه برضو، كل شويه الناس بتتكلم عن الحسد، الناس بتخاف من الحسد، بيتكلموا 24 ساعة عن الحسد، فبقى عندهم في دماغهم حاجة اسمها حسد فبيخافوا منها. تمام، عرفتوا ليه في ناس نجمها خفيف وناس نجمها مش خفيف؟ النجمها خفيف دي واحدة خايفة 24 ساعة من الحسد، فأكيد أكيد هتتحسدي. تمام، هرجع أقول لما تتحسدي لومي نفسك مش تلومي الحاسد، عشان انت اللي خفتي. والخوف يعني احنا كلنا عارفين الواحد لما بيخاف من حاجة بتحصله، دي حاجة لازم تحطيها في دماغك وتتأكدي منها 100%. تمام، فعشان كده دايما الفقراء جدا هما اللي بيتحسدوا، عشان بيخافوا ان هما يتحسدوا اكتر او يخافوا من الحسد وكده، عشان كده هما بيتحسدوا. وعايزك يعني عايزك تحط في دماغك او في دماغك ان الشخص اللي بيقولك حياتك حلوة او كده، مش قصده حاجة وحشة. اللي دايما اللي بيقصد حاجة وحشة بيبقى جواه في خباياه ما بيرضاش يقولها. تمام، يعني لو واحدة قالتلك شكلك حلو النهاردة، اعرفي ان هي فعلا عايزة تبسطك، مش قصدها حاجة وحشة. بس البني ادم اللي عايزة تحسدك فعلا ما بتقولكيش انت شكلك حلو النهاردة، ما بتقولكيش الكلام ده، جواها هي بتحسدك. تمام، فمش هتقولك اي حاجة حلوة او ميزة فيكي. تمام، عشان مش عايزاكي تحسي بالتميز، فهي دي البني ادم اللي بتحسد. بس احنا بنلوم البني ادم الطيب اللي هو قصده حاجة كويسة، قصده دايما النية الطيبة تتفهم غلط. يعني مثلا لما حد يقولك الله شكلك حلو النهاردة وكده، ده شخص نيته كويسة بجد، ده شخص طيب وعلى نياته وعايز يبسطك. تمام، بس احنا بنخاف من الشخص اللي بيقول الكلام ده، مش العكس، السهنة اللي بيخبي جواه. يعني السهنة هو اللي بيحسد، اللي ما بيقولكيش كلام كويس هو اللي بيحسد وشايل جواه، بس احنا بنخاف من دوت علشان احنا ربطنا ما بين المديح والحسد، او ان واحد يستغرب حاجة معينة فيكي بالحسد، فعشان كده بنتحسد رغم ان هو العكس. عشان تفهموا ان الحسد فاهمينه غلط اصلا، فاهمين الحسد غلط. تمام، طيب دلوقتي الحل ايه؟ الحل احنا طبعا، وانا طلعت قلت الكلام ده كله ليه؟ عشان البيتشات تزرع الخوف اكتر. اوكي، والناس مشاهير مثقفه، بزعل جدا جدا من المشاهير المثقفه جدا جدا اللي بتتكلم على الحسد بطريقه غلط برضو. فانا طلعت اتكلم، مع اني ما بحبش اتكلم عن الحاجات دي خالص، بس طلعت اتكلم ليه؟ عشان حسن الموضوع عمال يزيد والخوف بيزيد والناس بتخاف اكتر، ودي بتؤدي لكوارث. احنا ممكن نروح لكارثه فعلا من خوفنا للحسد، ممكن الحسد يعمل بلاوي من خوفنا منه. فانا خايفه من ان احنا نوصل للمرحله ديت، فعشان كده
عايزه اقول لكم بجد ما تخافوش، لان الحسد ده حاجه بسيطه، خوفك هو اللي بيكبره، خوفك من حاجه هي اللي بتكبرها جدا جدا وبتخلي منها حاجه وهي مش حاجه. تمام، فخلي الموضوع ده بليز في دماغكم. تمام، عايزه اكلمكم عن الخوف. الخوف حقيقي ده هو ده اللي مرعب. تمام، تتعامل ازاي مع الخوف او من الحسد؟ هو بحاجه واحده بس، الدعاء. الدعاء هو اللي بيغير اقدار. تمام، مثلا انت خفتي من الحسد، انت شاكه في واحده مثلا ان هي بتحسدك وانت خفتي، انت خفتي. تمام، هتعملي ايه؟ يا رب احفظني من عينيها. بس انت كده عملتي درع حمايه بجد، والله بجد، من تجارب كتير. يا رب احفظني من عينيها، يا رب احفظني من شرها مثلا، لو حاسه البنت دي ممكن تاذيكي. بس او تقولي بقى ايه الفلق، او تقولي آية الكرسي في ساعتها. خلاص، بعد ما تعملي كده شيل الموضوع تماما من دماغك، شيليه نهائي نهائي. خلاص، ربنا، انت دعيتي ربنا، ربنا هيحفظك. تمام، الخوف نفس الحكاية، انت خايفة مثلا ايه. نسمع كتير قوي قوي من ناس كتيرة بتخاف من الحوادث، فيقوموا عاملين حادثة، يخاف من اي حاجة مثلا. نسمعها كتير، حتى اعملوا سيرشات على اليوتيوب او سيرشات على اي حاجه، اللي يخاف من حاجه فعلا بيموت منها. زي مثلا بتاع ستار اكاديمي، كان خايف ان هو كان كل يوم بيحلم ان هو هيموت في حادثه، فبقى عنده فوبيا من الحادثه، عنده خوف رعب من الحادثه، في الاخر مات في حادثه. مش ان هو الحلم اتحقق، هو خوف من ان الحلم يتحقق هو اللي خلاه يتحقق. تمام، فهي دي الفكره اللي لازم نفهمها، لازم نفرق ما بين الحسد والخوف. طيب، انت دلوقتي واحده خلاص بقى عندك فوبيا من كل حاجه، وبقيتي تخافي من كل حاجه، وتربى جوانا الرعب اللي بيربوه لنا بقى، سواء السوشيال ميديا او الناس اللي ليها اسمها والكلام ده كله، والناس المثقفين والكلام ده. خلاص، ربى جواكي نوع من الرعب من الحسد او كده، تعملي ايه؟ زي ما قلت لك، هتدعي ربنا ان هو يحميكي من شر حاسد. خلاص كده كفايه، ما تعملش حاجه تانية، ما تخافيش. خلاص كده كفايه بجد، انت عملتي اللي عليكي وهتحمي نفسك من الحسد. دلوقتي الخوف، زي ما قلت لكم، الخوف يعني الخوف بقى منتشر دلوقتي وكده يعني. تمام، فتعملي ايه لو خفتي مثلا تعملي حادثه ولا حاجه، من كتر ما انت عماله تفكري في الحادثه وخايفه قوي تعملي حادثه وكده؟ فزي ما قلت لكم، الخوف بيخلي الحاجه تحصل. فانت تعملي ايه لما تحسي بخوف قوي من حاجه؟ يا رب احفظني من الحاجه اللي انا خايفه منها، بس يا رب احميني او احفظني من الحاجه اللي انا خايفه منها، بس، او يا رب احفظني. بس دعائك في حد ذاته هو منجيكي. بس انت كده حطيتي نفسك في هاله حمايه من ربنا. تمام، بس خلاص شيلي فكره، حطي في دماغك خلاص انا دعيت الدعوه دي، ربنا هيحميني. وخلاص شيلي الموضوع من دماغك، خلاص بس. هو ده مفهوم الحسد. هو ده، انا اتكلمت تقريبا عن كل حاجه تخص الحسد. لو عايزين تسالوني اسئله برضو مش فاهمينها اسالوني. لو حاجه مش واضحه في الفيديو برضو اسالوني. بجد يا جماعه، ما تخافوش من الحسد. نشوفكم على خير ان شاء الله.